ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وصلت أولى رحلات إعادة المغاربة العالقين بالجزائر بسلام إلى مطار وجدة، وعلى متنها عشرات المغاربة الذين كانوا عالقين بالجارة الشرقية. وتوضح الصور التي وضعتها شركة الخطوط الملكية الجوية وصول هؤلاء المغاربة بعد أكثر من شهرين من إغلاق الحدود الجوية كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وانطلقت صباح اليوم السبت 3 طائرات نحو الجارة الجزائر لإعادة حوالي 300 من المغاربة الذين عالقوا هناك. وأكدت شركة الخطوط الملكية الجوية أن عملية الإعادة تمت في ظروف صارمة داخل الطائرة وفي المطار لتمر العملية في أحسن الظروف، علما أن المغاربة العائدين سيخضعون للحجر الصحي إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.